أشكيك المليح خطاط وتشكيل الحروف من مواليد 1974 بمنطقة ويوان إقليم خنيفرة. تعلمت مبادئ الخط على يد أستاذي الخطاط الكبير العالمي الأستاذ العيد حميدي أطال الله في عمره بمدينة عين اللح، ثم انتقلت إلى مدينة فاس لاستكمال دراستي الثانوية، وهنا درست بمعهد الزخرفة للتكوين الحرفي التقليدية، ثم هاجرت إلى دولة السعودية وبالضبط إلى قصر الأمير عبد العزيز بن فهد بالرياض، وهنا كتبت حوالي 2000 متر داخل جدران القصر وخارجه مع مجموعة من الجباصون. وبعد استكمال تلك المهمة عدت إلى أرض الوطن وبالضبط إلى مدينة مراكش التي أستقر بها حاليا، ثم بالنسبة للمعارض طبعا قمت عدة معارض في عدة مدن مغربية وخارج الوطن، كذلك كجزر لاس بالماس في إسبانيا إلى آخره. هذه نبدأ باختصار، ومن هذا المنبر كذلك أوجه شكري الكثير إلى كافة أعضاء جمعية لمسات على مجهوداتهم الكثيرة من أجل التعريف بإخوانهم الفنانون المغاربة، وأكرر شكري لكم الجزيل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا. Thank you.